السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من قناة عدن الفضائية، نشرة الأخبار أسهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا لبحث جملة من القضايا والمواضيع التي تهم البلدين الصديقين. الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية جديدة بجبهة تشريق بتعز ويكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. مقتل قائد ميليشيات الحوثي في جبهة مران بصعدة وقياديين حوثيين في مديرية حيران بحجة. أهلا بكم إلى تفاصيل. بعث رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تعزية ومواساة إلى نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني دكتور محمد المخلافي بوفاة شقيقه الأكبر قاسم أحمد علي فارع. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية السفير الأمريكي لدى بلادنا ماثيو تولر، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع التي تهم العلاقات بين البلدين الصديقين. وفي اللقاء ثمن فخامة الرئيس الجهود الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، مشيدا بالتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحتقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني وميليشياتها الحوثية التي دمرت اليمن وتطلق صواريخها باتجاه الأراضي السعودية. وجدد فخامة الرئيس حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. من جانبه نوى سفير الأمريكي بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الذي يصب في مصلحة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، متطلعا أن تثمر مشاورات السلام المزمع إجراؤها في جنيف إلى تحريك الملفات الإنسانية على طريق تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبدالله العليمي. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد اللواء 173 مشال عميد صالح المنصوري للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة في استكمال التحرير بمحافظة البيضاء. وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها المقاتلون في محافظة البيضاء وما يحرزونه من تقدم كبير بدعم ومساندة الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وكذا اهتمام الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وعزمها لاستكمال التحرير ورفع المعاناة عن المواطنين في البيضاء وبقية المحافظات، مشددا خلال الاتصال على اليقظة والجاهزية القتالية لاستكمال تنفيذ المهام العسكرية. من جانبه أطلع قائد اللواء 173 مشاه أطلع نائب الرئيس على تفاصيل المهام والإنجازات العسكرية التي تحققت والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش، معبرا عن تقديره الاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية. كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح برقية عزاء ومواساة إلى العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس حدود في وفاة ابنه وابنته وعمه إثر حادث مروري مؤسف. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند عبد الله الرهوة للاطمئنان على صحته جراء تعرضه لمحاولة اغتيال آثمة بعبوة ناسفة زرعت في طريقه بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني مختلف القادة وأبناء اليمن من الوقوف والاصطفاف في وجه أعمال العنف والإرهاب، مشددا على اليقظة الأمنية العالية وتعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه طمأن العميد الرهواه نائب الرئيس على صحته وسلامته جراء هذه الحادثة الإرهابية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وتخدم بالدرجة الأولى مشاريع الانقلاب والإرهاب، معبرا عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ومشاعره النبيلة. بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى عبد الله ومحمد جمال المجعلي وصالح عبد الله المجعلي في وفاة مدير عام مديرية البريق السابق جمال عبد الله المجعلي بعد حياة حافلة بالعطاء. ولفت رئيس الوزراء خلال برقيته إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة في مختلف المواقع التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالتضحية والشجاعة والنموذج المشرف، وأعرب عن حر تعازيم وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وكافة محبيه بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع وما حققته من إنجازات أمنية ملحوظة كان لها دور في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي في المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدير عام شرطة الضالع العميد عبيد قاسم، مؤكدا على أهمية أن يتحلى منتسبي الأجهزة الأمنية في الضالع باليقظة الأمنية العالية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وإخلاق السكينة العامة لمواطنيها وعدم التهاون مع قوى الشر والتخريب بأي شكل من الأشكال، وأن قيادة الوزارة ستقف إلى جانبهم وتقدم لهم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة. واستعرض مدير عام شرطة الضالع مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة ومدى نجاح خطة الأجهزة الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والخطط التي ستعمل عليها خلال الأيام القادمة. وتطرق اللقاء إلى بعض من الإشكاليات التي تعاني منها إدارة أمن الضالع والحلول المناسبة لها واتخاذ ما يلزم بشأنها. أكد وزير الحج والعمرة السعودي دكتور محمد بن صالح بنتن أن بعثة الحج اليمنية قدمت نموذجا فريدا وأداء متميزا في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال الحفلة التكريمية لرؤساء بعثات الحج في دول العالم ومن بينها اليمن. إلى التفاصيل. في فعالية سنوية هامة وبمشاركة بعثات الحج في أكثر من 160 دولة أقيم بمدينة جدة السعودية الحفل التكريمي السنوي بمناسبة نجاح حج هذا العام 1439 للهجرة والذي نظمته وزارة الحج السعودية. الحفل التكريمي الكبير حضره من جانب بلادنا وزير الأوقاف والإرشاد ورئيس بعثة الحج اليمنية القاضي الدكتور أحمد عطية ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل المساعد طارق القرشي وأعضاء من بعثة الحج. وخلال الحفل التكريمي أشاد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن بجهود بعثات دول العالم وخاصة بعثة اليمن التي كانت متميزة في الأداء والتجهيز والإدارة رغم ظروف الحرب في اليمن. كل البعثات بذلت جهود كبيرة، الإخوة من اليمن حقيقة كان لهم دور كبير لأن الحجاج اليمنيين أتوا عن طريق البر، فكان يعني العملية متعبة، تجميع الحجاج إيصالهم إلى المنفذ ومن المنفذ عن طريق البر إلى مكة المكرمة. جميع مكاتب شؤون الحجاج بذلت جهود كبيرة، وتحية للإخوة وللحجاج اليمنيين أنفسهم اللي تحملوا أعباء السفر، كان أداء متميز. شكرا شكرا لكم جميعا. وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية عبر عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على اهتمامهم الكبير ومتابعتهم المستمرة في كل مراحل الحج. كما ثمن الوزير عطية دور المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وقيادة
عملت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والذين قدموا كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وخاصة اليمنيين منهم، والذين أكملوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة ونجاح وتميز. احنا سعد الليلة بحضور حفل تكريم رؤساء مكاتب شؤون حجاج اليمن، وسعادتنا الأخرى الإشادة العالم وشهوة، وأيضا سعادتنا الأخرى بالإشادة التي قالها وزير الحج السعودي بأن أداء بعثة الحج كان متميزا، وأن اليمنيين كانوا على مستوى من الفهم والوعي حتى مشى هذا الموسم بنجاح تام منقطع النظير. نحن كل عام في تطور، نرصد الأخطاء والعام القادم نحاول نتجاوزها قدر الإمكان. فالشكر لله عز وجل، ثم لقيادة الشرعية مثلا فخامة الرئيس الذي يتابع خطوة بخطوة، كذلك الشكر لمعالي الوزير القائد الذي يتابع جميع الأعمال موسم الحج خطوة بخطوة، كذلك الشكر لإخواني الأخ طارق القرشي وكيل المساعد، الأخ عارف البركاني المدير العام. هذا اليوم والذي اعتادت فيه وزارة الحج أن تكرم البعثات ومكاتب شؤون الحج العاملة في المواسم المختلفة، حقيقة هو تتويج لكثير من الجهود التي بذلت على مدى الأشهر الماضية في التهيئة والترتيب لخدمة الحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وكذلك بتميز وبحمد الله عز وجل نحن نشعر اليوم باعتزاز وافتخار كبير لحضورنا في هذا الحفل التكريمي، ونسأل الله التوفيق لحجاج بلادنا في أن يعودوا سالمين غانمين إلى بلادهم إن شاء الله. الحفل التكريمي السنوي الذي تقيمه وزارة الحج والعمرة السعودية لرؤساء مكاتب حجاج العالم يأتي تقديرا وتكريما لجهودهم الكبيرة في إنجاح موسم هذا العام 1439، ومن بينها بلادنا حيث قدمت نموذجا كبيرا ومتميزا خلال هذا العام. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية، مدينة جدة السعودية. استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح منع ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى منطقة دريهمي جنوب الحديدة، وتقديم الدعم الإنساني للسكان في تلك المنطقة ومواصلة احتجازها لعدد من الشحنات الإغاثية في محافظات الحديدة إب وذمار، ونصب نقاط تفتيش في الخطوط الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاحتجاز الشحنات الإغاثية وإجبار المنظمات الإغاثية على دفع الرسوم الباهظة. وأوضح فتح أن إقدام الميليشيات على منع الفرق الطبية التابعة للصليب الأحمر وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز الشحنات الإغاثية تعد أعمالا إرهابية تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية، ويستدعي من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الإنسانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيدا بالتعاون الإيجابي من قبل قوات التحالف بمنح التصاريح اللازمة للفرق الطبية التابعة للجنة الصليب الأحمر لتقديم الدعم والرعاية الطبية للسكان في المحافظة ولكافة منظمات دولية لمواصلة أعمالها في اليمن. ميدانيا إلى تعز، حيث حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع استراتيجية في جبهة شريقة بمحافظة تعز، وكبدت الميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الحوثية شمال شريقة، وتمكنت خلالها من تحرير جبل أسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مضيفة أن استعادة أبطال الجيش الوطني لهذه المواقع سيساهم في تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والصحي بالخط العام والتي أغلقت منذ أكثر من 4 أعوام، كما سيمكن قوات الجيش من تأمين الخط العام الرابط بين شريقة الراهدة بتعز. لقي قائد في ميليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة مصرعه خلال المواجهات المحتدمة مع أبطال الجيش الوطني في الجبهة، وأكد مصدر ميداني أن قائد الميليشيات في جبهة مران المدعو أحمد جبران اليتيم لقي مصرعه مع معاونه المدعو جابر جبران جحيز أثناء مواجهات تقدم
أثناء المواجهات، حيث تقدم خلالها الجيش باتجاه وادي خلف في الجهة الشرقية لمران. كما أكد المصدر أن المعارك المحتدمة في الجبهة منذ يومين أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، مبينا أن قوات الجيش عثرت على أكثر من 35 جثة لقتل الميليشيات في المواقع التي حررتها. وتخوض قوة لواء العروبة في الجيش الوطني بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي معارك ضارية لتحرير مران، والتي يختبئ في كهوفها زعيم الميليشيات الحوثية وسط تقدمات كبيرة يحققها أبطال الجيش الوطني. أفادت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة أن قياديين من ميليشيات الحوثي قتلا خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران. وبحسب مصادر إعلامية، قتل القياديان المدعو عبد الوهاب محمد الحسام والمدعو صلاح مسعد خموسي في معارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيران. الجدير بالذكر أن خموسي كان يعمل مشرفا للميليشيات في مديرية المحابشة. حصدت قوات الجيش الوطني ممثلة بألوية العمالقة دفعة جديدة من قيادات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، حيث لقي المدعو حسين عباد الراجحي مسؤول التعبئة والحشد مصرعه، والمدعو محمد الوشلي مرشد ثقافي للمذهب الاثني عشري على أيدي أبطال ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي. وتحاول الميليشيات الحوثية التخفي والتستر على مقتل القيادات الميدانية الذين يلقون مصرعهم في دريهمي على يد قوات ألوية العمالقة، إلا أن تعازي الأسر والأهالي تفضحهم. أسقط الجيش الوطني طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات الحوثية كانت تتجسس على مواقع الجيش بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش في جبهة الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء أسقطت طائرة استطلاع وتجسس أرسلها الحوثيون لتصوير مواقع الجيش الوطني. وتستمر الميليشيات الحوثية بإرسال طائرات تجسسية من الصناعة الإيرانية. شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة عمران. وذكرت مصادر ميدانية أن طيران استهدف تجمعات لميليشيات بثلاث غارات جوية في مدينة حرف سفيان، وكان التحالف قد استهدف في ذات الوقت مواقع الميليشيات في قاعدة الديلمي في صنعاء. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس باتجاه الأراضي السعودية. وقال العقيد المالكي في تصريح صحفي أن قوات الدفاع الجوي لتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية في محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة. وأضاف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وقد تمكنت قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات. أكد رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن دكتور طاهر علي العقيلي أن اليمن قادمة على مرحلة جديدة، وهي مرحلة البناء والتنمية وإعادة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى حالتها الطبيعية بعد الحالة التي أصابتها جراء الحرب ضد الانقلاب انقلاب الحوثي. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى المؤسسات والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في محافظة المهرة. وقال لواء العقيلي خلال لقائه قائد المحور الشرقي قائد اللواء 123 لواء عبد الله منصور، وقائد اللواء 137 العميد محمد أحمد القاضي، وضباط وصف ضباط الجيش في المحافظة. قال إن مرحلة بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي لا تهتم ببناء حجر أو شجر بقدر اهتمامها ببناء البشر بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وترحم اللواء العقيلي على شهداء الجيش الوطني ضباطا وأفراد الذين قضوا نحبهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته في الحروب السابقة، وهم من خيرة أبناء الوطن، معربا عن فخره واعتزازه بالمواطنين اليمنيين الذين قدموا أموالهم وأنفسهم وأسرهم رخيصة في سبيل هذا الوطن الغالي من أجل كرامة اليمن واليمنيين،
ورفضهم لكل المحاولات البائسة لجر الوطن للتبعية الإيرانية والشيعية البغيضة، ووقوفهم الصلب أمام تلك المحاولات بجانب الحكومة الشرعية والجيش الوطني الحر. من جانبه أكد وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري على أهمية هذه الزيارة لتلمس هموم ومشاكل الوحدات العسكرية بالمحافظة ومعالجتها وتقديم الدعم لها وتهيئتها تهيئتها أكثر للقيام بواجبها المناط بها، مؤكدا بأن المؤسسة العسكرية في المهرة تبذل جهودا كبيرة في ضبط الأمن ومكافحة التهريب بشتى أنواعه وبحسب الإمكانيات المتاحة. أشاد رئيس هيئة الأركان العامة لواء ركن طاهر العقيلي بمستوى العمل في منفذ صرفيت الحدودي بمديرية حوف محافظة المهرة والذي يربط بين اليمن وبسلطنة عمان، وخلال زيارة ميدانية إلى المنفذ رافقه وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض، استمع رئيس الأركان من إدارة المنفذ وإدارة الجوازات والنقل وغيرها من الأجهزة المختصة إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ واحتياجاته. وقال رئيس الهيئة الأركان العامة أن المؤسسة العسكرية سوف تقدم كل ما بوسعها لتسهيل عمل إدارات المنافذ البرية، مشددا على أهمية أن يقوم المنفذ بدوره الكامل وتحري الدقة تجاه عملية الدخول والخروج بما يضمن ضبط العمليات في المنافذ وتدقيق في قوائم الممنوعين من السفر وكذا تسهيل حركة الدخول وخروج المواطنين، وشدد على تفعيل غرفة عمليات موحدة للأجهزة العسكرية والأمنية ترتبط بالمنافذ وتعمل بتنسيق كامل فيما بينها لتقوم بأداء مهامها على أكمل وجه. وكان لواء العقيلي قد وصل إلى مدينة الغيضة عاصمة المهرة صباح السبت قادما من المكلا، وعقد عددا من الاجتماعات بقيادة محور الغيضة والوحدات العسكرية المتواجدة في المحور وقيادة السلطة المحلية وقيادة التحالف العربي. كغيرها من المحافظات في بلادنا تحتفل محافظة أبين بعيد الأضحى المبارك في ظل أجواء فرائحية تنوعت فيها الفعاليات والمهرجانات، يتقدمه محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم. أجواء احتفالية تتواصل فيها احتفالات محافظة أبين بعيد الأضحى المبارك. في كورنيش الشهيد سالم ربيع علي شاركت السلطة المحلية بالمحافظة أفراح الناس بهذه المناسبة العظيمة. يتقدمهم اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين. الزيارة العيدية لمحافظ أبين لكورنيش سالم ربيع تأتي في إطار حرص السلطة المحلية بالمحافظة على توفير الأجواء المناسبة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط إقبال منقطع النظير للأسر والعائلات التي اكتظ بها الساحل طولا وعرضا. برامج ترفيهية أقيمت على شرف السلطة المحلية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن برنامج عام زايد 2018 تميزت فيها محافظة أبين بإقامة مهرجانات ترفيهية ثقافية على أنغام الطرب الأبيني والرقصات الشعبية وسط تفاعل كبير للحاضرين من سكان هذه المحافظة نالت استحسان الحاضرين. سباق الهجن التي تتميز به هذه المحافظة الأصيلة كانت ضمن البرنامج الترفيهي لهذا العيد من خلال إقامة سباق للهجن الذي احتضنه ساحل كورنيش سالم ربيع، توزعت فيها 3 مجموعات تم فيها توزيع جوائز نقدية للفائزين نهاية السباق الذي يهدف القائمون عليه إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد الأبينية والحفاظ عليها. برنامج ترفيهي حرصت عليه قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة باللواء أبو بكر حسين سالم محافظ المحافظة إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع في المحافظة، وحرصت أن تكون حاضرة في مهرجان أقيم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن برنامج الترفيه والدعم لهذه الفئة
المهمة في المجتمع. نشكر كل الإمارات لدعم السخيف بدون الاحتياجات الخاصة وافتتاح لهم عدد من المشاريع ورأس مال يشتغلوا ويكون العائد لهم. نشكرهم كثير الشكر لهذا الدعم السخيف. أقيمت فيها معرض للمصنوعات التقليدية والفنية كمساهمة مجتمعية يعود ريعها لذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف من السلطة المحلية توازيا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن. تشهد محافظة مأرب اهتماما كبيرا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ونهضة زراعية لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي مع مراسلنا محمد القداسي. تشهد محافظة مأرب اهتماما كبيرا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه قيادة السلطة المحلية ومكتب الزراعة والري في هذا المجال. مساحات شاسعة من الأرض الزراعية التي تجود بمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تجود بها محافظة مأرب لترفد مختلف محافظات الجمهورية بمختلف المنتجات الزراعية. في ظل الاهتمام الذي تحظى به محافظة مأرب في المجال الزراعي، دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربو علي مفتاح والمهندس سيف الورص مدير عام مكتب الزراعة والري هنا بمحافظة مأرب تدشين عملية تغذية الآبار الجوفية من خلال فتح قنوات سد مأرب لري الأراضي الزراعية واستعدادا للموسم الزراعي القادم 2018-2019 ميلادية. أكد مدير عام الزراعة والري سيف الورص بأن تدشين فتح قنوات سد مأرب لتغذية الآبار الجوفية يأتي استعدادا للموسم الزراعي القادم والذي يتمثل في زراعة الحمضيات والحبوب بمختلف أنواعها وكذلك المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه. تم اليوم فتح بوابة سد مأرب لتغذية الآبار الجوفية في ظل التوسع الزراعي الذي تشهده المحافظة منذ 2014 إلى الآن. هذا حصلت نهضة زراعية شاملة في المحافظة في كل المحاصيل الزراعية سواء خضار أو فاكهة أو برتقال أو حبوب. محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية سيعمل السد على تغذية الآبار الجوفية عبر السدود التحويلية منها سد المنين ألف والسد التحويلي باء، ومنها يمر على القنوات الفرعية، منها تغذية الآبار الجوفية من جهة ومنها استعدادا للموسم الزراعي من جهة أخرى. مأرب الخير والعطاء تجود بالكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية التي ترفد السوق المحلية بمختلف الأصناف والأنواع للمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، وهي تأتي في إطار الاهتمام الذي تحظى به محافظة مأرب في مجال التوسع بالمساحات الزراعية الشاسعة في مختلف المحاصيل الزراعية. الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يمثل أهمية كبيرة باعتبار محافظة مأرب تمثل سلة غذائية لرفد السوق المحلية بمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. 10 أيام قبل الزفة عنوان لأحد أهم الأحداث الفنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتجربة جديدة تضاف إلى رصيد الأعمال الفنية والإبداعية التي تتميز بها مدينة عدن. تتزامن هذه المرة مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. التفاصيل في سياق تقرير الذي أعده زميل وضاح الشليلي. ما تزال العاصمة المؤقتة عدن تعيش أجواء عيدية تتنوع فيها الاحتفالات والمهرجانات الترفيهية انعكست فيها تفاعل الناس وحضورهم اللامحدود. في مديرية المعلى التي تحتضن أحد أهم الأعمال الفنية في المحافظة، بعد تدشين انطلاق أول فيلم سينمائي محلي لمجموعة من شباب عدن كرسوا إبداعاتهم في خدمة هذه المدينة من خلال عمل فني أصبح اليوم حديث الشارع اليمني للمخرج الشاب عمرو جمال والكاتب مازن رفعت وبطولة النجمة سالي حمادة ومعها كوكبا من المبدعين في محافظة عدن.
كأول تجربة فنية تشهدها العاصمة المؤقتة عدن. أنتجت أعمال سينمائية من قبل في هذا البلد، لكنها كانت تذهب مباشرة للمهرجانات أو تعرض عروض خاصة، ولكن احنا حبينا ان احنا نقدم عمل للناس، عمل جماهيري هو الأول، لأنه ما تمش أبدا من قبل إنتاج عمل محلي وعرضه محليا للجمهور في الشارع، للجمهور المحلي، لجمهور مدينة عدن. التجربة هذه هي حلم، حلم يمكن راودنا من 2011، حلم وراود عمري يعني بطريقة منفردة. أنا كنت أحلم بعمل فيلم، وبرضه بنفس الوقت هذا حلم عمر، يعني جماعة نحن حلم. 10 أيام قبل الزفة هو حديث الشارع العدني اليوم عن فيلم يحكي قصة شاب وشابة تقف أمامه مطبات الحياة اليومية في ظل أوضاع الحرب تتزاحم فيها الناس أمام شباك التذاكر ليحظوا بمشاهدة هذا العمل الفني الأول من نوعه. حدث زي كده لا يمكن أني أفوته، لازم أكون جزء منه، لأن إحنا مش بس بنسعد أنفسنا بتجربة أولى، لكن إحنا كمان بنسعد عدن ككل. زي ما قلت، هدف العمل هو صياغة الشخصية العدنية اللي فقدت مع الأزمات المستمرة والأوضاع المستعصية اللي حاصلة في هذه السنوات الأخيرة. إن وقائع الفيلم يعني تعكس معاناة الشعب في عدن بكل مراحله، وهذا ليس بجديد على وزارة الشباب والرياضة. فأكدنا اليوم أن وزارة الشباب والرياضة مثل بوزيرها نايف البكري تكون حضن دافئ لكل المبدعين. ومن محاسن الصدف أن في عام في العيد الكبير السابق، وهذا أنه كانت وزارة الشباب والرياضة هي الراعي عيدنا سواء للفرقة الفنية والمسرحية. رغم المعوقات والصعوبات التي اعترضت إنتاج هذا العمل الفني، إلا أن إصرار الشباب وحبهم لعدن نجحوا أخيرا في الوصول إلى هدفهم، وأصبح اليوم مصدر فخر للجميع. صراحة الفيلم كان فائق عن التصور، صراحة كان الفيلم جميل يحاكي كل حاجة ممكن الشاب العدني الحين يعيشها. الفيلم والله كان حساس جدا، وواقع عدن وجميل جدا يعني، واستمتعنا فيه ويعني حتى حزين، وواقع عدن كأنه حقيقة ولا كأنه فيلم. تجربة جديدة تضاف إلى رصيد الأعمال الفنية والإبداعية التي تتميز بها مدينة عدن، تتزامن هذه المرة مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن. في محافظة تعز الفعاليات العيدية التي نفذها مكتب الثقافة بتعز بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وحضور جماهيري متميز. تفاصيل في سياق التقرير الآتي ومراسلتنا نعيم خالد. مكتب الثقافة بتعز اختتم المهرجان العيدي في قلعة القاهرة الذي استقبل العديد من الزائرين أول مرة منذ اندلاع الحرب على محافظة تعز من قبل الانقلابيين. تعز مكتب الثقافة فيها سلطتها المحلية، نختتم اليوم آخر فعاليتنا، آخر ملامحنا العيدية من مراسيم تدشين وافتتاح قلعة القاهرة. اليوم الفرقة الموسيقية ستصدح بأغانيها الجديدة، موسيقاها، راقصيها. اليوم نقدم مسابقة ثقافية بجوائز رائعة. اليوم نكرم عين الحقيقة وكوكبة من إعلامي تعز الذين نقلوا الجمال ووثقوا لهذه اللحظات الخرافية فعلا عن قلعة القاهرة، عن جمهورها، عن أبناء تعز. اليوم نختتم هذا البهاء، لكن لنتجه لمكان آخر، لنجهز لبرنامج آخر لنادي تعز، حيث أن هناك برنامج كبير جدا ثقافي فني يستحقه أبناء تعز في افتتاح وتدشين نادي تعز. وتعز تستحق، جمهورها يستحق، هذه المدينة التي صمدت وما زالت صامدة وعانت ويلات الحرب والحصار عليها مدة تقترب من 4 سنوات، يستحق هذا الجمهور الرائع أن, 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 أن نعطيه ضوء عيوننا. تنوعت فقرات الاحتفال الختامي برقصات وتكريم والحضور الجماهيري منقطع النظير الذي يرسل رسائل للحوثيين بأن تعز تفرح رغم حصارها. احتفالية العيد استمرت من أول أيام العيد إلى اليوم الخامس من أيام العيد،
اليوم اختتام الفعاليات الثقافية والمهرجانات. الحمد لله كانت الفعاليات ناجحة خلال الأيام الماضية، استمرت الأجواء العيدية والفرحة العيدية، استمتع الجمهور، استمتعنا جميعا، الحضور كان مشرف جدا جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الجمهور استمتع أجمع. تعز بمهرجانها الأول تحتفي في قلعة القاهرة، واليوم تختتم وتقول عيدكم مبارك. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. وبتقرير مراسلتنا من تعز نعائم خالد تنتهي نشرة الأخبار. لمن فاته تفاصيل النشرة أذكر بأهم ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى بلادنا لبحث جملة من القضايا والمواضيع التي تهم البلدين الصديقين. الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية جديدة بجبهة الشريقة بتعز ويكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. مقتل قائد ميليشيات الحوثي في جبهة مران بصعدة وقياديين حوثيين في مديرية حيران بحجة. هكذا مشاهدينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. دمتم بخير، إلى اللقاء.